بسم الله الرحمن الرحيم. بنكمل النهارده الحلقه الثانيه من برنامج اسك سي بي سي. تقدروا تسالونا اي سؤال له علاقه بالتصوير الفوتوغرافي على الهاشتاج على تويتر اسك اندرسكور سي بي سي او على اسك اف ام. النهارده معانا عدد كبير من الاسئله هنبدا ان احنا نجاوب عليها واجابات وافيه ان شاء الله تقدر ان احنا نفيدكم بيها. اول سؤال، انا معايا كاميرا 550 دي كانون ومعايا عدسه 75-300 والعدسه مش بتريحني في التصوير جوه قاعه. انا كنت عاوز عدسه مثلا تكون 18-300 بس انا مش عارف في كده ولا لا. طبعا العدسه ال 75-300 انت بتتكلم فوكال لينث كبير الى حد ما، طبعا مش هيساعدك خالص في افراح او مش هيساعدك ان انت تصور جوه قاعه، عشان في ساعات في القاعات بتحتاج عدسه وايد، فالعدسه الوايد لازم الفوكال لينث بتاعها هيبقى قليل زي ما انت قلت كده 18-300. في فعلا في عدسه 18-300 وفي عدسه 18-250 ممكن ان انت تجيبها، هتريحك جدا في الصور الوايد، هتريحك في لما تحتاج صور بعيده تعمل زوم. سؤال تاني، ممكن اعرف هي فوجي فيلم كاميرا كويسه ولا لا؟ كاميرات من الكاميرات الممتازه، يمكن هي ملهاش سمعه كبيره قوي في عالم الدي اس ال ار او مستحوذ في مصر على الدي اس ال ار النيكون والكانون ويمكن السوني الى حد ما، ولكن الفوجي فيلم من الكاميرات الممتازه. سؤال ثالث، هو ايه الفرق بين كانون 18-250 وكانون 55-250؟ احنا اتكلمنا عن الاسبوع اللي فات، اتكلمنا على موضوع الارقام دي، نبدا ممكن نقول كده نبذه بسيطه عنها. الرقمين اللي موجودين على العدسه ده الرينج بتاع العدسه، الفوكال لينث بتاعها او البعد البؤري للعدسه. اول رقم ده بيبقى اوسع بعد بؤري او اقرب بعد بؤري للكاميرا، وبالتالي بقدر ان انا اجيب صوره اوسع لو كان الرقم قليل. واخر رقم اللي هو 250 ده بيبقى العدسه بتاعتي اقدر اعمل زوم لغايه بعد بؤري كام. فهنا العدسه 18-250 تقدر تديني صوره وايد او تديني صوره تليفوتو، ان انا اقدر ان انا اقرب بالعدسه واجيب حاجات بعيده. ال 55 بتبقى محدوده شويه، ما بتبقاش وايد زي ال 18. وانت لو هتركب العدسات دي على كروب فاكتور او على كاميرات اللي هي الكانون مثلا 550 او 600 او 650، نلاحظ ان احنا لازم نضرب الرقم ده في كروب فاكتور اللي هو 1.6، فال 55 هتديني تقريبا 80 او 85، وبالتالي هيبقى الصوره بتاعتي ما مش هقدر اجيب بال 55-250 وايد انجل. سؤال رابع، عاوز اعرف هو ينفع اصور القمر بعدسه 50 مللي وهتكون الاعدادات ازاي؟ هو سؤال غريب شويه بس يعني انت العدسه مش تقول لك لا، يعني لو انت حبيت تصور بس تصوير القمر عموما ما ينفعش اقول بصور القمر وخلاص. انا بصور القمر، هل اصور القمر جوه الكادر بتاعي؟ هل محتاج ان هو عنصر من عناصر التكوين في الكادر؟ ولا هل انا محتاج القمر كقمر بتفاصيله؟ لو انت عايز تصور القمر بتفاصيله يبقى العدسه 50 مش هتنفع معاك. انت تبقى محتاج عدسه البعد البؤري بتاعها اللي احنا شرحناه من شويه يكون كبير، الفوكال لينث بتاعها يكون كبير 300 او 250 او 500 لو انت تقدر تجيب عدسه 500، ده عشان تقدر تجيب تفاصيل القمر ويبقى الكادر بتاعك ممتلئ بالقمر. يعني لو انت عايز تجيب بس صوره القمر من بعيد كده ممكن العدسه 50، واظن انها هتبقى بعيده قوي انها تطلع صوره القمر. يعني سؤال بعد كده، هو ايه الايزو ده؟ انا سمعتكم بتقول الايزو بس انا مش فاهم يعني ايه الايزو. الايزو دي اختصار لكلمه انترناشونال ستاندرد اورجانيزيشن، ده بيرمز له في التصوير الفوتوغرافي بحساسيه السنسور، حساسيه السنسور للكاميرا. يعني انا السنسور بتاعي بيحس بالضوء قد ايه، فاذا كنت انا السنسور بتاعي ده اللي هو مكان الفيلم او اللي انا بستقبل عليه الصوره، لو انا بصور بالليل ابقى محتاج حساسيه عاليه، فالايزو ده بنخليه عالي. واذا كنت بصور في ضوء شمس او في النهار فانا ما بحتاجش ان الحساسيه دي تبقى عاليه، وبالتالي بنخلي الايزو ده اقل رقم. يمكن الايزو ده زمان كان بيتقال عليه ازا، لو ليك حد قديم شويه ممكن يعرف موضوع الازا ده. في واحد اسمه سراج من طنطا محتار ما بين دي 7000 ونيكون 5200 ودي 3000 ودي وكانون 60 دي. هو مبتدئ في التصوير ومش بيصور فيديو، فعايز يعرف انهي كاميرا احسن. طبعا هو بيقارن ما بين ليفلز مختلفه، سواء كان يعني احنا بنتكلم في ال 500 وال 300 دول انتري ليفل، يعني كاميرات ليفل بتاعها قليل شويه بالنسبه لل 7000 وال 60 دي، يمكن هما الاثنين في الميد ليفل.
ومتقاربين من بعض. انا نصيحتي يعني ان انت ممكن تجيب مش عارف هما كاميرتين كويسين جدا. يمكن انا كنت قريت قبل كده مقارنات عن ال 7000 وال 60 دي، وكان ال 60 دي افضل يعني من 7000. سؤال تاني، هو ايه وضع منطقه اي اف وايه الاف اصلا، وامتى استخدم واحد او استخدمه دائما؟ الاي اف دي اختصار للاوتو فوكس. الاوتو فوكس ده الفوكس عموما، معنى الفوكس في الكاميرات هو التركيز. يعني انا ايه اللي بخليه جوه الكادر بتاعي مركز عليه او يبقى واضح، ده اسمه ان فوكس. ولو انا الحاجات اللي انا ما بركزش عليها بتبقى اسمها اوت اوف فوكس. فالفوكس ده عموما بيبقى ليه بوينت انت بتحددها للكاميرا، والكاميرا بتدعي على اساسها انها تختار او تظبط الفوكس. يعني انت اللي بتختاره، الكاميرا هي اللي بتظبط الفوكس. يعني انا مثلا لو عايز اصور شخص والخلفيه ورا بعيده، فانا اكيد محتاج ان انا اطلع الشخص هو الان فوكس والخلفيه تبقى اوت اوف فوكس، وبالتالي انا بحدد النقطه. بيبقى عندي نقطه جوه الكاميرا اتكلمنا عليها المره اللي فاتت، ببدا احرك الاسهم عشان احرك النقطه الحمراء واحطها على الشخص اللي انا عايز اصوره، وبالتالي الكاميرا هتعرف خلاص ان انا هظبط الفوكس بتاعي على المسافه دي. فبتبدا تغير الموتور بتاع العدسه، بيبدا ان هو يتغير عشان يطلع لي الشخص ده ان فوكس والخلفيه اوت فوكس. وبالتالي انا لو عايز اخلي الخلفيه ان فوكس والشخص اوت فوكس، هغير النقطه واخليها على الخلفيه، فالكاميرا تبدا تقرا انها محتاجه تظبط الفوكس على المكان الابعد. ايه تاني؟ كان في واحد كنا ردينا على سؤاله، قال لي شكرا يا محمد على ردك على 7 دي، وكنت بسال لو في سيتنج معينه لكل نوع تصوير، او مثلا انا في طريقي وقابلتني حاجه عاوز اصورها ومش هتفضل كتير، ومش هيكون في وقت ان افضل اصور وبعدين ارجع اظبط الاضاءه والشطر والفوكس وهكذا، فهل هناك اعدادات تقريبيه لكل نوع من التصوير؟ اكيد مفيش اعدادات تقريبيه لكل نوع من التصوير. انا مش هقدر اقول لك اعدادات، لان كل موقف او كل مكان انت هتبقى فيه هيبقى ليه اعدادات مختلفه. الإضاءة هي بتأثر عليك، سرعة الأوبجكت اللي انت بتصوره بيأثر عليك وهكذا. ولكن خلينا نبسط الموضوع شوية ونقول ان احنا في الكاميرات عندنا طلعونا او عملونا كذا مود، يعني كذا مود والكاميرا. انت لو بصيت على الكاميرا هتلاقي الام مانوال مود، او هتلاقي الاي، او هتلاقي التي في لو انت كانون، انت ايه نيكون هنا 7 دي هتلاقي تي في وهتلاقي اي في. وبالتالي المودز دي هي اللي ممكن تخليها تساعدك شوية في موضوع التصوير. نتكلم على كل مود سريعا. المانيوال ان انا بظبط كل حاجه في الكاميرا سواء كان الشاتر او فتحه العدسه. الاي في الابرتشر بريوريتي بظبط انا فتحه العدسه والكاميرا على اساسها بتظبط الشاتر سبيد. والتي في انا بظبط الشاتر والكاميرا بتظبط فتحه العدسه. يمكن لو حاجه سريعه انا بحتاج ان انا اشتغل على التي في، لو حاجه لو مناظر ثابته بحتاج ان انا اشتغل على الاي في. لو انا يعني انا افضل في جوه الاستوديو او حتى في الخارج لو المواضيع ثابته ممكن انا استخدم المانيوال مود. فانا مش هقدر اقول لك اعدادات تقريبيه لكل حاجه لان الموضوع بيختلف من مكان لمكان، ولكن حاول ان انت تستخدم المودز اللي موجوده في الكاميرا دي استخدام صح. في حد بيقارن، انا عايز اشتري كاميرا هستخدمها في الصور، اجيب كانون 600 دي ولا دي 90، وعايز يعرف البيانات المكتوبه على اللينس الكانون. خلينا نقول ال 600 و600 دي والدي 90، انا برضو الناس بتقارن ما بين تو ليفلز. يعني انا بتكلم في الدي 90 ده الميد ليفل، وبتكلم في ال 600 دي ده الانتري ليفل تقريبا. طبعا ال 600 دي التكنولوجيا بتاعتها احدث لانها كاميرا احسن احدث من الدي 90، وهيبقى الريزولوشن بتاعها اعلى. الدي 90 يعني ممكن نقول احترافيه اكتر، البادي بتاعها ويذر سيلد. فالمقارنه مش منطقيه ما بين الاثنين. لو انت مش هتحتاج حاجه احترافيه اكتر اللي هو زي دي 90، ممكن تجيب 600 دي هيبقى الريزولوشن بتاعها اعلى. وكان عايز يعرف البيانات المكتوبه على العدسه زي ال 55 250 واي اس والكلام ده. 55 250 زي ما شرحنا ان هو الفوكال لينث، والاي اس دي بتبقى اختصار لايمج ستابلايزر، دي بتبقى موجوده في النيكون. ده معناه ان العدسه جواها جهاز بيحافظ على بيمنع الاهتزاز. الاختصار ده برضو موجود في النيكون، في اسمه في ار فايبريشن ريدكشن، والاختصار ده موجود في السيجما او اس اوبتيكال ستابلايزيشن. فانت لما بتيجي تختار العدسه بتحاول ان انت تشوف العدسه بتاعتك. برضو انا ممكن اقول لك اختصار تاني موجود على عدسات الكانون، الاي اف اس والاي اف. الاي اف ده اللي هو للكاميرات الفول فريم، والاي اف اس للكاميرات الكروبد فريم.
في اختصارات تاني، يو اس ام اختصار التراسونيك موتور. فبالتالي انت ممكن تخش على موقع كانون وتشوف السيمبلز اللي مكتوب على على العدسه دي هي ايه، وبيبدا ان هو يشرح لك كل سيمبل. في سؤال تاني، انا معايا نيكون دي 3200 وعايز اجيب لينس عاليه، اجيب ايه؟ انا بصور اشخاص. يقال او يعني من قرايتي في الموضوع العدسات ان من افضل عدسات تصوير البورتريه هي العدسه ال 35 مللي 85 مللي. انت ممكن تجيب عدسه 85 مللي جي، لان انت طبعا ال 3200 ما فيهاش موتور، ما فيهاش انترنال موتور، فبالتالي محتاج ان انت تجيب العدسه فيها موتور. في ال 85 مللي 1.8 1.4 1.2 من العدسات الكويسه، او لو معكش فلوس ال 85 ممكن تجيب ال 50 مللي، برضه هتديك نتائج كويسه في تصوير البورتريه. سؤال كمان، ازاي استخدم اكسترنال فلاش بالليل لو عندي فرح واخلي المكان كله سوفت لايتنج سواء كان اوتنج او في مكان مقفول، وازاي ما لسعش الوش؟ انا معايا واي ان 560. خلينا نتكلم على الفلاش. الاكسترنال فلاش ليه معامله خاصه شويه. انت بتحاول بالاكسترنال فلاش ان انت تفرش، يمكن في مجال التصوير ان انت تفرش اضاءه في القاعه او تفرش اضاءه في المكان اللي انت بتصور فيه. لو انا داخل قاعه وسقفها قريب ولونه ابيض، يا اهلا بيها، يعني دي حاجه بتبقى كويسه جدا للمصور. انت بترفع الفلاش بتاعك فوق بحيث ان هو يضرب في السقف وبيفرش الاضاءه بتاعته على المكان اللي انت هتصوره، هيبقى الاضاءه سوفت لايت ما فيهاش هارش لايت جامد. طبعا لو انت خرجت مكان مفتوح مش هيبقى متاح ليك ان انت تضرب الفلاش في اي سقف او حاجه ان هو يفرش لك الاضاءه، فبالتالي بستخدم على الفلاش، لان انا لو استخدمت فلاش على طول دايركت كده على الناس اللي انا مصورهم بيبقى عندي مشكله ان هو بيبقى هارش لايت طالع ممكن يلسع لي صوره. فبستخدم الديفيوزر، بركب ديفيوزر على الفلاش بحيث ان هو يشتت لي الضوء اللي طالع ويخليه سوفت. وفي كمان كيتس بتتباع بتركب على الفلاش، ممكن تخلي الفلاش سوفت بوكس، بتركب عليه سوفت بوكس او بتركب عليه ريفلكتور. ايا كان ممكن تشتري الحاجات دي لو انت هتستخدمها اوت دور، يعني لو انت بتصور اوت دور. ممكن تتعامل مع الفلاش على اساس انه مانوال لو انت تعرف تتعامل مانوال، او تتعامل تي تي ال. ممكن المانوال بتاعك يلسع الصوره شويه لو انت مديله باور اكبر من اللي انت محتاجها في الصوره. سؤال غريب شويه، بس ممكن اصور كذا نوع من انواع التصوير واساليب التصوير بالعدسه اللي جايه مع الكاميرا 18-55؟ اكيد مفيش مشكله، بس طبعا في انواع تصوير مش هتعرف تصورها زي الماكرو. الماكرو بتحتاج لها عدسات مخصوصه، او مثلا التلت شيفت بتحتاج لها عدسات مخصوصه. 18 55 مش تقدر تجيب لك حاجه بعيده، فممكن يبقى في اساليب تصوير قليله بس تقدر ان انت تستخدمها بال 18 55 زي الوايد انجل لو عايز تصور لاندسكيب، او لو عايز تصور بورتريه هيبقى الموضوع ان شاء الله كويس. سؤال كمان، ايه هو تكوين الصوره؟ تكوين الصورة هو يعني ممكن نقول ببساطة جدا الصورة بتاعتي بتبقى عبارة عن objects، يعني أنا بحط فيها ممكن نبسط الموضوع أكتر. أنا مثلا لو عندي الكادر بتاعي اللي أنا بصور فيه ده، دلوقتي أنا عندي لابتوب وعندي تيبل هنا وعندي أنا واقف في الكادر، فلازم أفي تكوين للحاجات دي بطريقة منظمة بحيث انها تريح العين. يعني انت لما تيجي تتفرج على اي صوره بتحتاج ان انت العين تبقى مرتاحه، فانت بتحاول دايما ان انت في تكوين الصوره ما تخليش مثلا حاجه مقطوعه من الصوره، ما تخليش مثلا حاجه شاذه جدا تشد العين، اضاءه مثلا في الخلفيه كده بتضرب مثلا ممكن تشد العين. ممكن في التكوين كمان تحافظ على، انا لو بصور مثلا شخص وبالتالي محتاج ان هو يبقى بطل الصوره، محتاج ان هو يبقى اول لما عيني تبص على الصوره تروح على الشخص ده على طول، فمش عايز اجيب مشتتات في الخلفيه او عايز اجيب اي اوبجكتس ثانيه ممكن تشتت نظري في الصوره، وبالتالي انا بحافظ على تكوين الصوره يكون تكوين جيد. عندنا سؤال كمان، ازاي اصور بحيث الشخص يبقى واضح والصوره الخلفيه وراه سودة تماما؟ الموضوع ده بيفرق او اقدر اتحكم فيه عن طريق اللايتنج. لو انا وجهت فلاش على الشخص لوحده او سبوت لايت على الشخص لوحده اكيد الخلفيه هتطلع سودة، ولو انا بصور في مكان عادي مثلا والاضاءه على الشخص ده عاليه والاضاءه على الخلفيه قليله اقدر ان انا اسرع الشاتر سبيد بحيث ان الكاميرا ما يخشلهاش الا الضوء بتاع الشخص لوحده، وبالتالي الخلفيه هتطلع ضلمه، ولكن الموضوع بيتعمل بالفلاش بطريقه احترافيه اكتر.
عندنا سؤال تاني، عايزين نعرف اهم المصطلحات في التصوير بالعربي وبالانجلش ومعانيها. يمكن اهم مصطلحات السنسور او الحساس للضوء اللي بيبقى موجود جوه الكاميرا، اللي وظيفته ان هو يحول الصوره او بيلتقط الصوره من ضوء الى بيانات رقميه. عندنا مثلا زي الفوكس، الفوكس هو نقطه التركيز وشرحته من شويه. عندنا مثلا زي الشتر، الشتر ده هي البوابه اللي بتفتح وبتقفل عشان دخول الضوء. عندنا مثلا الايزو هي حساسيه الكاميرا. عندنا فتحه العدسه هي وظيفتها برضو انها لو وسعت او ضاقت بتتحكم في دخول الضوء. عندنا الفوكال لينث، البعد البؤري اللي هو بيتحكم في الزوم، سواء كان انا بجيب وايد انجل او بجيب انجل يعني الصغيره. يمكن دي اهم المصطلحات في عالم التصوير. وسؤال تاني بيقول لكل مصور محترف تخصص في التصوير، كيف اساعد نفسي على ان انا اتخصص في احد انواع التصوير؟ هو فكرة ان انت تتخصص ده بيأتي من حبك لانت في التصوير، يعني انت مثلا بتحب ان انت تصور ماكرو حاجات صغيرة، وبالتالي هتتجه لتصوير الماكرو، هيبقى العدة بتاعتك كلها متخصصة في الماكرو. سواء انت بتحب لاندسكيب هتلاقي نفسك انت اتجهت ان انت تجيب عدسات وايد انجل، وبتبدأ ان انت العدة بتاعتك كلها تتجه انها تبقى فيها معدات لتصوير اللاندسكيب. فالتخصص عموما انت بتحدده على حسب رغبتك، على حسب حبك في النوع ده من التصوير. في سؤال تاني، افضل عدسه ايه لنيكون لتصوير اللاندسكيب؟ من افضل عدسات طبعا لنيكون ممكن ال 1750 ممتازه، وممكن لو انت هتجيب عدسه ارخص شويه ممكن تجيب التوكينا 11 16، عدسه ممتازه جدا في تصوير اللاندسكيب والديستورشن بتاعها قليل. سؤال تاني، هل تفتكر الفرق بين ال 7000 دي 7000 نيكون والدي 700 نيكون يستاهل 3000 جنيه؟ يستاهل الصراحة، هم طوروا جدا في الدي 700 ويستاهل ال 3000 جنيه فرق. سؤال تاني، ازاي اختار ايزو مناسب للصورة؟ شرحنا من شوية الايزو اللي هو حسيت السنسور للضوء، وقلنا ازاي نختار. لو انا بصور بالليل يبقى انا محتاج ايزو عالي، ولو انا بصور الصبح او في مصدر اضاءة كبير بحتاج ايزو قليل. يمكن انا لو بصور مثلا في ظل او اضاءة ليست عالية وليست منخفضة، ممكن اعلي الايزو مثلا خليه 400 600 وهكذا، على حسب احتياجي لحساسية السنسور، وعلى حسب برضو الشتر سبيد، وعلى حسب فتحة العدسة، لان هم كلهم مرتبطين ببعض. برضو في واحد بيسألني نفس السؤال بعد كده، عايز اعدادات معينة لتصوير الافراح. مش هقدر اديكم اعدادات زي ما قلت، لان كل وضع يختلف اضاءته، يختلف المكان اللي انت قاعد فيه عن اي وضع اخر، فمفيش حاجه اسمها اعدادات ثابته لاي مكان او اي نوع من انواع التصوير. الاعدادات بيحددها المكان او السيتويشن اللي انا فيه، الموقف اللي انا فيه. بكده نكون خلصنا الاسئله النهارده اللي احنا اتسالناها على الاسك اف ام او على تويتر على هاشتاج اسك اندرسكور سي بي سي. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في فيديو جديد، واتمنى اكون انا فدتكم، واي معلومه صح فمن عند ربنا يعني، واي معلومه خطا فمن عندي. وان شاء الله نحاول ان احنا نجتهد جدا ان احنا نديكم اجابات وافيه باذن الله، ومنتظرين الفيدباك بتاعكم والكومنتس بتاعتكم على الفيسبوك على كايرو فوتوغرافي كلاب، او على اليوتيوب على الشانل بتاعتنا كايرو فوتوغرافي كلاب. شكرا.